بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا زملاء، وصلتني كثير من الأسئلة من الزملاء. تمام، على ماذا تعتمد في تحليل الفريكتال، وما هو الفريكتال، وإيش دخل الفريكتال بسيولة الأسواق؟ المهم كلام من هذا القبيل، و أنا حبيت أوضح. تمام، رغم إنه حيكون شرحي تقريبا خارج الإطار أو خارج معنى كلمة سيولة، لكن إن شاء الله بإذن الله أستطيع إيصال المعلومة إلى الزملاء بإذن الله. أول شيء يا زملاء، راح أبدأ لكم في مفهوم مهم جدا. تمام، إيش هو؟ انه غالبا انا عندي قاعده انه الزملاء عندما نشتغل في التحليل يا زملاء، في التحليل الفني، احنا بنشتغل على السوق من جانب واحد. ايش هو الجانب الواحد هذا؟ اللي هو جانب من بعد واحد فقط. مثلا انا عندما ارسم لك مثلث، انا حرسم لك مثلث بهذا الشكل، لكن لو جيت اكلمك عن تفاصيل هذا المثلث وأقول لك مثلا أشتي هذا المثلث ثلاثي الأبعاد، تمام، ثلاثي الأبعاد، طبعا حيكون يا زملاء أوكي، حيكون زي ما احنا شايفين هنا في مثلث أهرام الجيزة، هو شكل مثلث. تمام، هو شكل مثلث، لكن أنت عندما تأتي من بعد واحد، تمام، من بعد واحد حتشوف هذا المثلث. تمام، إذا جيت من هذا الجانب سترى بعد واحد وترى الهرم على شكل هذا المثلث، لكن ثلاثي الأبعاد يا زملاء، إذا أردت أن ترى التفاصيل فستجد أن المثلث زي ما احنا شايفين له أربعة أضلاع ارتكازية وتفاصيل أخرى، يعني يمكن أنت ما اطلعت عليها. طيب، أنا لا أختلف مع الزملاء نهائيا إن أسواق المال تؤثر فيها السيولة يا زملاء، تؤثر فيها السيولة، لكن في تفاصيل يا زملاء. سبحان الله، لكل شيء طبعا احنا اللي درسوا، الزملاء اللي درسوا يعرفوا نظرية الاهتزاز. تمام، نظرية الاهتزاز موجودة في كل شيء، وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، عندما الأرض تنبت أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، صدق الله العظيم. تمام، فنظرية الاهتزاز يا زملاء موجودة في كل شيء، من الذرة إلى المجرة. طيب، هذا واحد من الإخوان الباحثين سوى تجربة. تمام، سوى تجربة، لنفترض مثلا يا زملاء أن الصاجة هذه السوداء هي السهم، مثلا هي السهم. تمام، السهم رقم واحد، ركزوا، لأنه ممكن يكون عندك صاجة واحد، صاجة اثنين، يعني سهم آخر، فكل صاجة لها رقم، يعني ما هي كلها متشابهة. لو قلنا انه مثلا كل الاسهم متشابهة، انه عندما يحصل اهتزاز عند ارقام في التاريخ، ارقام معينة، كلها راح تسوي سلوك واحد. تمام، لكن لا، هناك سهم يحمل طابع الرقم واحد، وفيه سهم يحمل طابع الرقم اثنين، وطبعا الرقم واحد له شكل والرقم اثنين له شكل اخر. تمام، لكن الاختلاف يكون يا زملاء بالاهتزاز. أين يحدث هذا الاهتزاز؟ هناك أرقام في الزمن يا زملاء، أو ما يسمى بالموجات الزمنية الخفية، موجات زمنية في الزمن تؤثر يا زملاء بشكل كبير جدا على حركة الأسواق. شوفوا مثلا هذا الأخ عندما كان يحرك مثلا الهرتز على حبات الرمل كيف تتغير؟ انه كل ما غيرت رقم، لكل رقم اهتزاز معين يا زملاء. تمام، خلونا نتابع.
طبعا هذا الهيرتز اللي الاخ بيشغله على الاله، ونشوف التغير يا زملاء. لكل رقم اهتزاز معين، ما في نقاش، يعني هذا مسلم 100% انه لكل رقم اهتزاز وشكل ثابت. تمام، كل ما غيرت الرقم كل ما حصلت على اهتزاز اخر. ليش بينتقل السعر مثلا من شكل او من نمط الى نمط اخر؟ نظرية الاهتزاز يا زملاء، نظرية الاهتزاز لها دور كبير جدا. مثلا قد نكون في هذه المرحلة او في هذه النقطة، بدأنا اهتزاز معين زي ما احنا شرحنا سابقا، انه رسمنا هذا الفريكتال وقلنا انه مثلا تاسي راح يصعد الى كم؟ راح يصعد الى 11450، 11470. تمام، ورسمنا الفريكتال في الفيديو، وفعلا تحرك الشارت كما رسمنا الى النقطة المحددة تماما طبقا للفريكتال اللي احنا رسمناه. تمام، كان هذا هو الفريكتال وكانت هذه هي الحركة، ومشروحة في الفيديوهات اللي احنا شرحناها سابقا، وقلنا انه هذه المنطقة خلاص بينتهي الصعود في هذه المنطقة. تمام، طبعا اختلف الاهتزاز في هذه المنطقة ودخلنا باهتزاز جديد، تمام، او فريكتال جديد، وقلنا انه السوق في هذه المنطقة قد ربما نهبط منها الى تقريبا 11100، 11070، واحتمال بسيط او ضئيل انه ينزل الى 11700، 11600، اقصد 10600 او 10700. تمام، وربنا لا يخسر المسلم ان شاء الله. لكن زي ما تحدثنا انه يا زملاء، الفريكتالات اللي احنا بنتحدث عليها احنا بنيناها على معادلات رقمية، معادلات رقمية زمنية. في عندنا فريكتالات رقمية متوسطة، وفي عندنا فريكتالات رقمية بعيدة المدى، وفي عندنا فريكتالات قصيرة. تمام، لكن لازم نعرف انه الفريكتالات انواع. في فريكتال رقمي على ارقام التاريخ، وفي فريكتال فلكي على زوايا هندسية معينة في الجانزيلا. تمام، بيحصل هناك اهتزاز معين طبقا للموجة الزمنية اللي احنا فيها، لانه زي ما تحدثنا سابقا انه الفلك يعتبر كآلة حاسبة. تمام، فقط كآلة حاسبة نستطيع من خلالها انه احنا نعرف الموجة الزمنية، احنا في اي اهتزاز في الموجة على الزمن. تمام، في الموجة على الزمن. وزي ما خبرتكم انه كما حدث مثلا في هذا الفيديو زي ما انتم شايفين، انه يا زملاء في كل مرة الاخ يقوم بتغيير الاهتزاز في ذرات الرمل، كل ما غير الهيرتز اعطاه نموذج او شكل زي ما احنا شايفين. خلونا نتابع. اوكي، طبعا الصاجة هنا صغيرة يا زملاء، لو الصاجة كانت كبيرة جدا حتلاقوا انه النماذج متشابهة بشكل اصغر الى شكل اكبر وهكذا. تمام، هذه هي نظرية الاهتزاز يا زملاء. شوفوا انه لكل هيرتز شكل معين. ايضا في الزمن يا زملاء، على الاسهم او على غير الاسهم يا زملاء، لكل حقبة زمنية معينة اهتزاز معين. احنا مثلا عندما حددنا تاسي في الصعود مثلا من قاع كورونا انه راح يفعل صعود عنيف جدا، كيف عرفنا انه من 6000 راح يصعد الى مثلا خلونا نقول الى 92 زي ما حددنا في الفيديوهات الماضية؟ لانه كان الاهتزاز واضح جدا امامنا، فيه مناطق اهتزاز
في سلوكات مصغرة، أعطانا السلوك المكبر اللي راح يصير. وتكلمنا يا زملاء إنه دائما الفريكتالات موجودة على المدى المتوسط، على المدى القصير، على المدى الطويل، تمام؟ وقلنا إنه قد يسأل أحد الإخوة مثلا أو يقول يا أبو سام، طيب لنفرض مثلا إنه حصل الاهتزاز في منطقة معينة على السهم الفلاني، هذا مثلا سهم نسيج أو أي سهم آخر، وهذا سهم آخر مثلا تبوك الزراعية ولا غيره. طيب يا أبو سام، حصل الاهتزاز، لو كلامك صحيح قد نرى في هذا السهم نفس الحركة وفي هذا السهم نفس الحركة، يكون التأثير واحد يعني، ليش هذاك بيمشي باهتزاز أو بنمط معين سهم والآخر بنمط معين؟ أقول لكم ليش يا زملاء، لأنه شوفوا أي سهم له خصائص. إيش هي الخصائص؟ هذا السهم بيمشي بخصائص الرقم واحد، حلو؟ طيب السهم الثاني بيمشي بخصائص الرقم ثلاثة مثلا. طبعا خصائص الرقم ثلاثة عندما يأتي الاهتزاز يا زملاء، تمام، عندما يأتي الاهتزاز تأثيره على الرقم واحد أكيد 100% بيختلف على الرقم ثلاثة، لأنه الرقم ثلاثة له شكل معين كرقم، له طاقة، والطاقة يا زملاء الرقم ثلاثة تختلف عن طاقة الرقم واحد. لذلك الاهتزاز اللي راح يجي على الاثنين، تمام، الاهتزاز اللي راح يجي على الاثنين ما راح يكون متساوي. أوكي يا زملاء، إن شاء الله تكون المعلومية وصلت. طيب دام المؤثر واحد اللي هو تاسي مثلا في الصعود والهبوط، أوكي، تاسي مثلا، تاسي صعود، إذا أكيد يا أبو وسام الأسهم كلها، أقصد تاسي مثلا عنده هبوط، أكيد يا أبو وسام الأسهم كلها بتهبط. أي نعم، أتفق معك، الأسهم كلها بتهبط لأن المؤثر مثلا هنا رقميا في الموجة العامة هو تاسي، تمام، إذا حيصير هبوط. لكن هل راح يكون نفس الهبوط اللي في واحد واللي في ثلاثة؟ لا، راح يختلف قد ربما، لأن هذا أخذ شكل الرقم واحد وهذا ما أخذ الشكل ثلاثة، أكيد ممكن هذا يكون أعنف في الهبوط من هذا، وهكذا يا زملاء. أوكي، فلذلك يا زملاء قلنا إنه إيش، هكذا تتعامل الموجات الزمنية والفريكتال يا زملاء مع الأسهم. فإحنا عندما نتحدث عن الفريكتالات إحنا بنحاول إن شاء الله بإذن الله نوصل لأكبر دقة في تحديد الاتجاهات. مثلا أنا أضرب لكم مثال، أنا قبل يومين مثلا حطيت شو اسمه، حطينا يا زملاء البيتكوين بي، أوكي، هذا البيتكوين. شوفوا مثلا البيتكوين احنا اخذنا فريكتال مثلا من 55 وقلنا شراء يا زملاء، وكان في فريكتال واضح جدا، تمام، كان في فريكتال واضح انه الهدف الى كم، الى 48 و47، والفيديو موجود. مثلا اضرب لكم مثال الفريكتال، اوكي هذا هو، هذا هو يا زملاء، انا فعلت فريكتال اللي هو هذا. الله وبركاته. وتحدثنا عن الشراء من مناطق 45، تمام؟ زي ما انتم شايفين كان السعر 44، وتحدثنا عن صعود زي ما انتم شايفين في الشاشة. كلمنا الزملاء، هذا هو، ووصلنا إلى الهدف 47 48. طيب احنا حاولنا نشتغل على فريكتالات أقصر، تمام؟ فحددنا انه الهدف الى 47 او 48، وفعلا صعد السعر زي ما احنا شايفين الى تقريبا 47 48.
طيب بعد الصعود إلى 47 48 أنا ظهر عندي فريكتال وكنت شاك فيه، يعني كنت شاك فيه مثلا في هذا المنطقة اللي هو عند 47. خلاص أنا عندما أشك يا زملاء في فريكتال، تمام، عندما أشك في فريكتال معين أو أعرف أنه ممكن أدخل في اهتزاز جديد أو عندي اهتزازين وما قدرت أغلب أحدهم على الآخر، إيش بسوي؟ طبعا أنا داخل من 45 فريكتال البيتكوين وهدف أول 50 ومن ثم 60,000 بإذن الله. نضع، شوفوا أنا عندما أقول لكم نضع وقف الشراء 45 للأهمية، اعرفوا إن فيها احتمالات، تمام، فيها احتمالات. احنا وضعنا الوقف عند ايش؟ عند مكان الدخول. طبعا انا اتكلم عن بعض الزملاء اللي بيتابعوني. يا زملاء اي واحد بيشتغل في سوق العملات الرقمية بالهامش لا يتابعني، انا هذه نصيحتي له، لا يتابعني في الهامش لانك بتاخذ قرض بعشرة اضعاف رأس مالك، فاي انعكاس بسيط اي انعكاس بسيط ممكن يقرح لك المحفظة كامل. لما عندك مثلا $1,000 وتجي تشتري لي مثلا 5 بتكوين ولا 2 بتكوين ولا 1 بتكوين، فأنا لا أنصح نهائيا، تمام. تحليل السلوك يحتاج مرونة، يحتاج مرونة. مثلا الآن احنا طلعنا الشباب مثلا عند الوقف، نزل طبعا لأن السعر نزل إلى 45 تقريبا ضرب الوقف. خلاص طلعنا من مكان الدخول بالوقف مباشرة. الآن احنا بننتظر ان شاء الله بإذن الله مكان الشراء. طبعا انا متأكد بنسبة كبيرة انه البيتكوين ان شاء الله بإذن الله صاعد صاعد الى 50 والى 60,000، لكن نريد نعرف فين نهاية التصحيح اللي صار. زي ما انا خبرتكم وضعنا الوقف عند 45، لا بأس نضرب الوقف هنا. احنا بنشتري بالكميات بالحبات وليس بالهامش، نشتري بالكميات وليس بالهامش يا زملاء. بإذن الله هذه الموجة اللي احنا شايفينها راح تتحقق على البيتكوين، لكن نريد نشوف هل راح يكون التصحيح نهايته عند 40 ام 39، لاننا متأكد جدا بإذن الله. عندما اقول لكم متأكد ما بحط لكم مثلا انه وقف عند كذا او كذا، لا، لاننا بكون ان شاء الله متأكد بنسبة كبيرة انه البيتكوين في حالة اعنف تصحيح ما راح ينزل اسفل 38,000 أو 37,000، وراح يكون الارتداد للصعود عنيف جدا. هذا إذا لم يرتفع ويرتد من 41 و42 بإذن الله، تمام. هذه كمعلومة عامة عن البيتكوين. فزي ما تحدثنا يا زملاء إنه الفريكتالات هي نتيجة ترددات أو بما يسمى باهتزازات في مناطق معينة رقمية بتعطينا نماذج مصغرة لنماذج مكبرة، تمام. وأنواع الفريكتالات أنواع كثيرة، عندنا فريكتالات رقمية على أرقام التاريخ، وعندنا فريكتالات أيضا فلكية، وعندنا أنواع لهذه الفريكتالات. بإذن الله سبحانه وتعالى خلال اليومين القادمة بإذن الله راح ننزل براشور الدورة القادمة اللي راح تكون في شهر 10 بإذن الله. راح تكون دورة احترافية إن شاء الله بإذن الله يكون فيها معلومات قيمة، سواء من معادلات التكميلية للفريكتال أو من المعادلات الأخرى بإذن الله. طبعا أعقب وأعيد شرحي على مؤشر تاسي، تمام. قلنا إنه المنطقة هذه يا زملاء اللي هي من 11460 إلى 11490، أنا سبق وذكرتها عدة مرات إنه هذه المنطقة هي نهاية المربع من قاع كورونا، تمام، فهي مهمة جدا وسبق وذكرناها. وأنا أعتقد والله أعلم إنه السوق ما دام أسفلها فهو سلبي، وهو ما أعتقد فيه، وإنه قد يتوجب علينا زيارة مناطق 11070 أو 11100 إن شاء الله قبل الصعود، في حال ظلينا أسفل 11460، وهذا الذي أنا أرجحه. طبعا باقي عندنا تصحيح آخر، لكن راح يكون هذا التصحيح عندما نصعد إلى 12600، راح نتحدث فيه إن شاء الله بإذن الله عند الوصول لهذا الرقم اللي هو 12600، وأين إلى أين راح يكون التصحيح بإذن الله. أهم شيء الآن إحنا مركزين على إيش؟
على نهاية التصحيح هذا اللي بيصير هنا. طبعا بعض الزملاء سألني يا أبو وسام، أنت نزلت سهم نسيج ونزلت سهم أنعام ونزلت سهم الوطنية للتأمين وتبي تتكلم عن صعود. حلو، أنا أتفق معاكم يا زملاء، أنا نزلت هذه الأسهم وقلنا إنها صعود وبنتكلم عن تاسي إن فيه لديه تصحيح، لكن أنا في نفس الوقت تحدثت عن مثلا سهم نسيج وقلنا يا زملاء إنه لازم يصير عند السهم تصحيح قبل الصعود. لو تركزوا، هذا هو الفريكتال اللي أنا حطيته على نسيج، شوفوا إيش يقول لنا وكيف إنه يتفق الفريكتال مع المؤشر العام. مثلا قلنا إنه أفضل مناطق للشراء لو رجع إلى كم، إلى 112 115، حيكون هناك تذبذب عرضي ومن ثم إن شاء الله بإذن الله صعود قوي، سواء لسهم نسيج أو لسهم أنعام أو لسهم الوطنية. يعني فيه تصحيح وفيه تقريبا تذبذب عرضي قبل الصعود يا زملاء، سواء نسيج سواء أنعام سواء سهم الوطنية. يعني لما أقول لك أنا أنه على تاسي فيه هبوط، فاعرف انه تصحيح بسيط واكيد راح زي ما احنا شايفين في الفريكتالات الصغيره للاسهم، انه ايضا الفريكتالات معطيانا في هذه المنطقه انه فيه تذبذب وفيه باقي مجال لتذبذب عرضي، ومن ثم ان شاء الله باذن الله السوق فيه خير كثير باذن الله. انا اشوف انه هذا الصعود هو اللي راح يسحبنا الى المؤشر الى 12600، وبعدين لنا حديث ان شاء الله باذن الله. اهم شيء زي ما تحدثنا انه السوق فيه خير، فقط لا داعي للتهويل او مناطق سفليه زياده حاليا. انا لا اعتقد ان شاء الله ننزل اسفل من 11100، او لو طال التصحيح انه ممكن نذهب الى 10600، لكن السوق نعيد ونكرر باذن الله السوق فيه خير كثير باذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما حبيت اوصله اليوم للزملاء وللمتابعين، وربنا يكتب الخير للجميع، وان شاء الله ربنا ما يخسر مسلم باذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يوفق الجميع. في أمان الرحمن، في أمان الله.